بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 15 من الكتاب 53، كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز. شجر الأرز معروف، شجرة ثابتة لا تميل مع الريح حتى تصل إلى مرحلة تقتلعها كلها. هكذا الكافر لا يميل مع الأقدار، بل يصمد أمام الأقدار هكذا حتى يقتلع وهو قائم على حاله. أما المؤمن فكالزرع اللين، إذا قبضه الله انقبض، وإذا بسطه الله انبسط، وإذا رفعه الله ارتفع، وإذا خفضه الله انخفض، فهو يميل مع الأقدار راضيا بها، وبالتالي يستطيع أن يظل على حاله من الإيمان مهما تغيرت به الأحوال. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 70 بعد 207، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. يحتمل معنى آخر في المثال أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي الكافر ابتلاء كثيرا، لأن جنته هي دنياه، فيظل ثابتا على حاله حتى يستحصده، يعني يموت وهو على أكمل حال، فيكون وفاه أجره في دنياه. أما المؤمن فلا يزال الله يبتليه برياح الأقدار، تميله هكذا وتميله هكذا حتى يختبره ويعلم صدقه ويثيبه على صبره. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فجعل الابتلاء في مثابة الريح التي تميل الزرع يمنة ويسرة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، وليس عليه شيء من درن معاصيه أو ذنوبه. أما الكافر فكأنه ثابت الحال هكذا، قليلا ما يمرض، قليلا ما يحزن، قليلا ما يبتلى، كشجرة الأرض ثابتة هكذا لا يظهر عليها أثر التغير مهما اشتدت الرياح حتى يستحصدها، يعني يقتلعها من أصلها. وربنا بيقول: فلما نسوا ما ذكروا به إيه؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أما المؤمن فلابد أن يبتليه الله ويختبره، فجعل الاختبار كالريح، شبه الاختبار والبلاء كالريح التي تحرك الزرع اللين فتميله هكذا وهكذا، كما يتململ المؤمن حال بلائه. وعنه به قال: حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق
قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن في حديث عبد الرزاق مكان قوله تميله تفيئه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكرياء بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. الخامة من الزرع يعني الغبضة أو اللينة من الزرع، الغبض أو اللين الذي فيه كثير ماء، والماء أصل الحياة في الزرع، كما أن الإيمان أصل الحياة للقلوب. كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح وتصرعها مرة وتعدلها أخرى، يبقى الريح هنا مثال للأقدار، رياح الأقدار، القبض والبسط والعطاء والمنع والرفع والخفض والمرض والعافية والغنى والفقر والحزن والفرح، كل دي أطوار يمر بها الإنسان المؤمن حتى يختبره الله ويرفع درجاته. كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح وتصرعها مرة وتعدلها مرة أخرى حتى تهيج. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها، يعني المنتصبة القائمة، المجذية يعني المنتصبة القائمة على أصلها، لا يفيئها شيء، يعني لا يصيبها شيء من ايه من الاقدار التي على سبيل البلاء والابتلاء، حتى يكون انجعافها مرة واحدة، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، ادي انعجافها يعني اقتلاعها او انقلابها، انجعافها يعني انقلابها او ايه اقتلاعه. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا بشر بن السري وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء، يعني من الابتلاء على سبيل الترقية والتنقية، يعني لا يصيبها شيء من الابتلاء على سبيل الترقية والتنقية. أما المؤمن فيصاب برياح الابتلاء على سبيل التنقية والترقية. مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وعن أبي قال وحدثنيه محمد بن حاتم ومحمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير أن محمودا قال في روايته عن بشر ومثل الكافر كمثل الأرزة. وأما ابن حاتم فقال مثل المنافق مكان الكافر كما قال زهير. وعن أبي قال وحدثناه محمد بن بشار وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان عن سعد بن إبراهيم قال ابن هاشم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه، وقال ابن بشار عن ابن كعب بن مالك عن أبيه
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديثهم، وقالا جميعا في حديثهما عن يحيى: ومثل الكافر مثل الأرزة. باب مثل المؤمن مثل النخلة. لما كانت النخلة شديدة الفوائد بحيث أنه لا يوجد جزء منها إلا وينتفع به، حتى ولو ماتت ينتفع بجذوعها وبأوراقها حتى بعد وفاتها. النخلة هكذا، يعني يؤخذ حتى جذعها ويستعمل ينتفع به الناس بعد وفاتها بسنوات طويلة، وهذا يدل أيضا على أن المؤمن ينتفع به حتى بعد وفاته، لأن الشجر ينتفع به بعد وفاته. ألا ترى أن هذا الكرسي كان شجرة وماتت ويظل ينتفع به مئات السنين، وقد ماتت الشجرة وتحولت إلى قطعة أساس. فإذا كان النبات ينتفع به بعد وفاته، أفلا يكون الإنسان وهو سيد الكون لينتفع به بعد وفاته؟ ولذا شبه المؤمن بالنخلة. والنخلة أيضا تشبه الإنسان لأنها فيها ذكر وأنثى، بخلاف باقي إيه؟ الأشجار. الأشجار تجد ذكورتها وأنوثتها في شجرة واحدة، أما النخل ففي منه ذكر ومنه أنثى، كذلك كالإنسان الذكورة منفصلة عن الأنوثة بخلاف سائر النباتات. ولذا يقال أن النخلة هي على قمة التطور النباتي، بحيث بعدها الحيوان مباشرة، يعني أدنى نبات يبقى تحلب، الطحالب دي أدنى النباتات، تتطور إلى أنواع كثيرة حتى تصل إلى النخلة أعلى حاجة، لأن فيها الذكورة والأنوثة، وإذا قطعت رأسها ماتت كالحيوان. أما باقي النباتات إذا قطع رأسه ينمو من جوانب أخرى، لكن الحيوان إذا قطع رأسه مات، كذلك النخلة إذا قطعت رأسها ماتت. فيبقى تشبه الإنسان أو الحيوان من جهتين، جهة الذكورة منفصلة عن الأنوثة، ومن جهة قطع رأسها فيه موتها كالحيوان بالضبط. وتشبه المؤمن أنه ينتفع بكل أجزائها، كل أجزائها ينتفع بها، كذلك المؤمن بركة حيثما حل، حتى ولو كان إنسان كبير مشلول لا يتحرك، يكفي أنه ينتفع ببركة ذكره في المكان الذي يعبد فيه ربه، ببركة دعوته للقائمين على خدمته. وبالتالي المؤمن لا يخلو من انتفاع في جميع أحواله، حتى ولو كان قطعة من اللحم مشلول هكذا مرمي هكذا على الفراش، ينتفع بدعوته وبذكره لمولاه وبصبره ونزول الملائكة عليه حال ابتلائه، كل هذا يجعل المؤمن حيثما حل حلت معه البركة وحلت به البركة. باب مثل المؤمن مثل النخلة. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي، واللفظ ليحيى، قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، يعني لا يسقط ورقها، كناية على أن المسلم أيضا لا يسقط خيره، فهمت؟ باستمرار له خير. لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. النبي كان يحب أن يختبر الصحابة ليختبر فهمهم وليتعلموا منه كيف يفكرون وكيف يقيسون، وهذا من كمال التعليم، فالعالم يستحب له أيضا أن يسأل طلبته وأن يختبرهم حتى يميز النابه منهم من غير النابه. فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يقول شجر، ده يقول شجرة مش عارف الأرض، تاني يقول لك الحنطة، تاني يقول لك مش عارف التفاح، تاني يقول لك البرتقال، كل واحد يقول حاجة.
ومحدش كاومها قال النخلة. كويس. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر، ووقع في نفسي انها النخلة. عبد الله بن عمر وقع في نفسه ان هي النخلة، الإجابة الصحيحة وقعت في نفسه. فاستحييت، لانه ايه؟ لانه كان هو اصغر العادين، سنه صغير، كل العادين كبار من ايه؟ في مقام والده، في سن الايه؟ الوالد اللي هو سيدنا عمر. فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال هي النخلة. قال فذكرت ذلك لعمر، قال لي لأبوه بقى، قال لي أن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا، حتى تظهر نجابتك أمام الناس فتصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوفيق. وهذا يدل على أن الأب يحب الخير لابنه، وأن كل مزية في الابن تعتبر مزية للأب، وأن الإنسان لا يستحي إذا علمه الله شيئا يقول حتى ولو كان صغيرا في السن. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي الخليل الضباعي عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي. قال ابن عمر وألقي في نفسي أو روعي، روعي بالضم هكذا يعني عقلي أو وجداني أو نفسي، روعي ما تقولش روعي بقى، روعي يعني خوفي، إنما هنا روعي بضم الراء. وألقي في نفسي أو روعي، يبقى أو دي أو التفسيرية يسموها، أو دي يسموها عطف تفسير، أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، فينظر لإيه؟ لشيوخ الناس الكبار، شيوخ أسنان القوم يعني الشيوخ والكبار، يحرج منهم، يستحي أن يتكلم في حضورهم يعني، فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة، فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فذكر بنحو حديثهم. والجمار اللي هو قلب النخلة الأبيض، قلب النخلة الأبيض اسمه جمار، ولما كان قلب النخلة الأبيض يبقى قلب المؤمن أيضا أبيض يعني نقي. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار فذكر نحو حديثهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها يعني لا يسقط ورقها. قال إبراهيم لعل مسلما قال وتؤتي أكلها وكذا وجدت عند غيري أيضا ولا تؤتي أكلها كل حين. قال قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس
وأن مع كل إنسان قرينا. التحريش هو الحمل على الفتن والحرب. حرش يعني إيه؟ يعني دفعه وأثاره حتى يفعل نوع من الخصام. فهمت؟ ده التحريش، يعني التشجيع على الفتنة. كويس؟ حرشه يعني شجع على الفتنة وقيام الحروب. يبقى دي شغلة الشياطين. لما يأسوا الشياطين أن يكفروا المسلمين حرشوهم على بعضهم البعض، فهم؟ فاكتفوا بأن يلقوا العداوة بينهم، فهم؟ لأن هم يأسوا أن يكفروهم. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني المسلمون، ولكن في التحريش بينهم، يعني الحمل على الفتن والحروب. يبقوا شيع وقبائل، والقبيلة دي تحارب دي والقبيلة دي تحارب دي. هو ده أقصى ما يناله الشيطان من المسلمين، ولا يستطيع أن يخرجهم من دينهم حيث أنهم ذاقوا حلاوة الإيمان. فإياكم إياكم من التحريش ومن الفتن، واستعيذوا بالله من الشيطان. وده الواقع دلوقتي، مسلمين قاعدين يضربوا بعضهم ببعض وبأسلحة أعدائهم. يعني الأعداء يدوا للفرقتين السلاح عشان يقتلوا بعض أمامهم، وهم يقعدوا يتفرجوا، وبعد ما يموتوا ياخدوا خيرته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي قال وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، يعني أتباعه المقربين ليه للشيطان هو أعظمهم فتنة. إن عرش إبليس على البحر، لما كان الله عرشه على الماء إبليس يريد إن هو يتشبه بالله والعياذ بالله، لأنه متكبر، فيجعل عرشه على البحر، فهم؟ تشبها بأن الله كان عرشه على الماء، ويرسل بقى ايه السرايا بتوعه اللي هم ايه اتباعه شياطين الانس، وكل شياطين الانس وكل شيطان شياطين الجن وكل شيطان جني له قرين من الانس، وعشان كده شياطين الانس والجن. والوقت الحكايه كلها قايمين بزعامتها مين؟ اليهود والامريكان، هم شياطين الانس واخدين توكيل من الشيطان الكبير ابليس ومن الدجال، وفاتحين وكالة شيطان، واخد بالك؟ فربنا ينجينا منهم. لا تجد حرب في مكان ما ولا فتنة في مكان ما وابحث إلا تجد وراها أمريكاني أو يهودي. سبحان الله يا أخي، في وجه الأرض في كل بقاع الأرض لا تجد فتنة أو مقتلة إلا تلاقي وراها كده، يا واحد يهودي يا واحد أمريكاني، ومعاهم بقى شياطينهم بقى، فهمت إزاي؟ فربنا ينجينا منهم. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة، يعني أقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه، يعني يأخذ بالحضن، يعني يقبله، يعني لأن التفريق بين الرجل وامرأته هي بداية خراب الأسرة التي هي نواة المجتمع.
يبقى بالطريقه دي هو خرب المجتمع كله. فهمت؟ عشان كده تجد دلوقتي في هذا الزمان الفتن انتشر الطلاق وكثر جدا. كثيرا جدا ما تلقى انسان يعزمك في فرح، تروح الفرح تقابله بعد سنه اخبارك يقول لك طلقت. الله، لحقت بعد سنه. تجد بقى نسبة الطلاق وصلت إلى 60%. شفت قد إيه؟ وصلت 60% دلوقتي. قل ما تجد واحد ماشي إلا وتلاقي إيه؟ منفصل عن زوجته. لازم تلاقي واحد كده، أو واحدة كده. بتربي عيالها وجوزها ما بيسألش عنها. واتجوزت واتطلقت، مشكلة. درجة الناس لما شافوا كده يعني بقوا يخافوا يزوجوا بناتهم. يقول لك خليها قاعده كده بدل ما تتجوز لها سنه وتجيب لي عيل وتتطلق، خليها قاعده كده احسن. يعني عزف الناس حتى عن تزويج بناتهم في هذا الزمن، وعزف الشباب ايضا عن الارتباط بالنساء برضه. يقول بدل ما اروح انا اتجوز واقعد لي سنه ولا اتنين وفي الاخر اول ما نتخانق مع بعض تطلب الطلاق ولا تخلعني، وفي الاخر الاقي نفسي ايه عايش لوحدي وخلفت عيل ولا اتنين مش عارف اربيهم. هي دي شغلة الشيطان بقى، عايز يمنع بناء الأسرة. لأن لما تبقى مفيش أسرة ومفيش زواج يبقى الأطفال مشردين، يبقى المستقبل ضايع، لأن الطفل هو المستقبل، يبقى ضاع المستقبل. ومش كده وبس، ولما يعزف الشباب والنساء عن الزواج ينتشر إيه؟ الزنا والفحش. هي دي شغلة الشيطان بقى، هي دي شغلة الشيطان. فهمت؟ فربنا ينجينا يا سيدي. فالإنسان لما يجد نفسه في زواجه في بعض المشاكل ما يتسرعش للطلاق عشان ما يفرحش الشيطان، يحاول يعالج الأمور. وإلا لو طلق هيعمل إيه الشيطان؟ هياخده بالحضن يقول له تعالى يا حبيبي اقعد عندي أنت، هيبقى قاعد على حجر الشيطان. فاهم؟ لأنه هيحبه قوي، لأنه إيه فعل مراده منه. فكلما ابتعدت عن الشيطان وكانت عند الشيطان مكروها كنت عند الله محبوبا، وكلما كنت عند الشيطان محبوبا كنت عند الله ايه؟ مكروها. وعن ابي قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله، يعني وأنت كمان يا رسول الله عندك قرين من الجن الشيطان يعني؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم يعني أسلم قرين النبي أسلم، ودي من خصائصه على فكرة. في رواية تانية فأسلموا بالضم، وروايتان صحيحتان. إلا أن الله أعانني عليه فأسلموا يعني أسلموا منه، كويس. ورواية تانية: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يبقى إيه؟ فأسلم الرواية الأصح. ليه بقى؟ والأعلى بدليل لا يأمرني إلا بخير. إنما لو ما كانش أسلم هيبقى يأمره بالشر والنبي ما يطيعوش فيسلم، مش كده برضه؟ لكن كونه بقرينة لا يأمرني إلا بخير دليل إن هو الشيطان اللي أسلم. يبقى في رواية فأسلم تكون موافقة للمعنى من حيث السياق، من حيث ايه؟ السياق. ودي من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعني يان ابن مهدي عن سفيان حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم عن عمار بن رزيق كلاهما عن منصور بإسناد جرير مثل حديثه، غير أن في حديث سفيان: وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وكل، نعم، وقد وكل. يبقى وكل به يعني بالإنسان، يبقى كل إنسان له إيه؟ قرين من الجن وقرين من الملائكة. قرين الجن يديله خواطر إيه؟
الشر، يسموها خواطر شيطانية، وقرينه من الملائكة يديله خواطر الخير يسموها خواطر ملائكية، كويس؟ وبعدين نفسه كمان تديله خواطر من جواها، خواطر شهوانية، ويأتي رب العالمين بخواطر من عنده يسموها خواطر رحمانية. يبقى الإنسان يدور في قلبه أربعة خواطر، فهمت؟ خاطر شيطاني، وخاطر ملائكي أو ملكي، وخاطر رحماني يعني من الله، وخاطر شهواني نفساني. فعليك أن تسير مع الخاطر الرحماني والخاطر الملائكي، وإياك إياك من خواطر الشياطين وخواطر النفوس. كيف تتخلص من خواطر الشياطين؟ بذكر الله وعدم الغفلة وبالعلم، لأن الشيطان لا يدخل إلى قلبك إلا من باب الجهل أو من باب الغفلة، خد بالك، لا يدخل إلا من باب الجهل أو من باب الغفلة أو من باب الشهوة، ليه ثلاث أبواب، فهم؟ فالشهوة تكون في النفس، تخلص منها ازاي؟ بمخالفتها، تبقى قفلت باب الشهوة، تخالف نفسك، فهم؟ والجهل تخلص منه ازاي؟ بالعلم، تبقى قفلت باب الجهل. والغفلة تخلص منها ازاي؟ بالذكر، فقفلت باب الذكر، فيصير الشيطان ليس له سلطان عليك، ما يعرفش يدخل لك، خلاص بقيت انت في خزانة قوية لا يستطيع ان يدخل لك الشيطان. وعنه به قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قصيد قال حدثه أن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، افتكرت أني رايح لإحدى الزوجات، لما خرج ليلا كل مخها الضرائر، لأنها من شدة حبها لنبيها، المرأة لما يزداد حبها لزوجها تزداد غيرتي عليه، دي هي معذورة، احنا عذرينها والله، واخد بالك؟ فهي ايه لما خرج النبي ايه غيرانة، لحسن يروح لواحدة من الزوجات. فغرت علي فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة؟ أغرتي؟ لقاها قاعدة كده ايه متضايقة يعني، أغرتي؟ فقلت: ومالي لا ومالي لا يغار مثلي على مثلك، يعني اعذرني يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ اللي هو شيطان الغيرة بقى، لا أصل الغيرة دي من النفس، والشيطان يدخل من باب النفس، شفت بقى المسألة؟ ما الغيرة دي أصلا من النفس، اللي هو حب الاستئثار بالخير، النبي ده هو الخير كله، هي عايزة تستأثر بيه نفسها، يبقى جاي لها من النفس، يوم الشيطان يجي لها من هذا الباب، فاهم؟ لأن زي ما قلت لك إن الشيطان يجي للإنسان من باب إيه؟ من باب الشهوة أو من باب النفس ورغباتها. أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم صلى الله عليه وسلم. ونقف على باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى. ايه رحمة الله تعالى؟ اليمين اللي هي النبي، يعني مش هندخل الجنة إلا بالنبي إن شاء الله، أملنا في الله كبير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.